عشان نشتاق للسماء. يعني انا متخيل لو كان ملك مصر مات وجالهم ملك تاني راجل كويس، وبعدين جه وسال لهم نخرج من مصر، قالوا له نخرج ليه؟ يكون عندنا مستقبل كويس. لكن الضيقه اللي كانت في مصر كانت حافز ان هم يخرجوا، وكذلك الضيقات في واحد
بس كمان يبقى اسم جبل
يعني ايه رسالة
تسعة أشهر في أعشاها ولم
خصوصا ان هي مبيته في البريه، يعني معناها الناس دول مبيته في ارض غريبه مش ارض ربنا، في البريه مش في ارض المقدسه، بريه مصر مبيته مقدمه بقت شجره عظيمه. ففي حاجتين هيجوا عليهم، نار غضب فرعون مش هيتخلف، ونار نور الناموس مش هيتخلف، وتقعد الشجره زي ما هي لا تتخلف ولا تستمر. نفس الكلام ممكن يتقال لنا النهارده، الكنيسه هي العقليه، والنار اللي بيضرب فيها هو ابليس والغضب
ومش ميكروفون ومش ريكوردر ومش مال ايه، انا ما اعرفش، انا بس
لما كان معهد الجنود ويسيب مراته من غير خلفة، كان مفروض أخوه يتجوز الأرملة دي ويقيم نسلا لأخيه المتوفى.
صارت هي مشهورة أكتر منك. طب هو المفروض مين يكون مشهور أكتر، ربنا ولا إبراهيم؟ حاجة عجيبة، إيه الاتفاق ده؟ مين أنت يا رب؟ قال أنا إله إبراهيم. يقول له أعرف، يعني موسى أنت عارف إبراهيم أكتر من تعرفه؟ يقول له الحقيقة أعرف إبراهيم اللي أنت تعرفك منين؟ بس خلاص من هنا رايح أعرفك. عرفت؟ ربنا مسألة
في المزمور